سلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ يا لاباس عليكم، هانين شتتعاودوا؟ كل شي بخير، احوال طيبه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم تشوفوا في العنوان انا في الكوزينه، بغيت نطيب المسمن للدراري. اليوم الحد عزيزه اللي ملمسمن، وهانتوما معايا، بقاو معايا نوري ليكم المسمن ديالي انا، واخا طويتو شاعل لنا على المقلة، هاكا طويتو مشاركش معاكم الطوية، راه كاع تعرفو تصورو المسمن. نبداو بديك اللي درنا في اللوكل، نبدا بيها. شكون هادي اللي مكتعرفش تصور المسمن؟ راه كاع كنعرفو المسمن. المسمنة ديالنا توحشناه، شحال هادا ما درتو. الدراري قالوا لي ديروا لينا المسمن، قلت لي بسم الله ديروا المسمن، علاش لا؟ اختكم اليوم ناضت حاديه، خبزت باقا ما خبزتش، عجنت وطنيت المسمن ديالنا. انا غنوري لكم طريقتي انا كيف ندير لي. ما كبارات ما صغارات بحال هكا. البنات المسمن ديالي عزيز عليا ندير فيه شويه ديال الخميره باش تنفخ تيجي زوين، ما تزيدش عليا داك اللي ما فيهش الخميره ما تيعجبنيش. انا ديما المسمن ديالي فيه الخميره. المسمنات ديالنا ماشي مسمنات، ما مسمنات ما مسمنات، شويه ما كبار ما صغار. رشوا شويه ديال الزيت ونقلبوها. عادي بدات تنفخ هكا، نعاود نقلبها تاني باش تنفخ مزيان. عاد تبع لي شتو بدات تنفخ. المسمن اللي ما تنفخش راه ماشي مسمن، خاص المسمن يكون منفوخ ويكون زوين. نجبد باش نقلب، نحرق من يدي ديال السيليكون باش نقلبها. فك هادي المسمنة ديالنا. نفك واحد شوية الباب باش ما كيت شارجم شوية باش ما تبقاش الريح. هاي ما تنساوش اختي التبصيل ديال الطوس. صح اليوم كلشي مغربي، خبز مغربي، ديال كلشي تقليدي، مسمن وطبسيل. المسمنة الأخرى عجنتو أبي ديال البنات، ما درتوش في العجانة، قصليها شوية نحرقهم. يا ما يبقى يجبد العجانة غسلها، ما عجنتو عبيدي وصافي، حيت ماشي بزاف، حيت ما عدتش بزاف عشوي، ماشي بزاف. هاكا تنفخات شتو شفتي يجي تبارك الله منفوخ. تنخليش يطيب بزاف حيت غادي
لا برد تعب تسخنيني ولا كان طيب بزاف ولي تاني كارد. انا راه ما تندير في ملا دقيق من الوسط لا والو، تندير تني مع بالزبده هاهي في الباقه وصافي. انا نخبزهم بالزيت، تندير في ملا لا دقيق الوسط لا والو، كنبقى غير مكثره ليا. نرشو واحد شويه ديال الزيت ونقلبوها، نرشو من جهه اخرى. عرفتي يجي ولا عرفتي يجي زوين. بارك عليها، راه نديرو نسخنوه غادي بهاد الطريقه تنكمل ونطلق. انا رجعت لكم البنات، دابا غادي نعمر معاكم اتاي هالبراد ديالنا هالكويسه ديال المغرب. وعندنا اختي تا السكر ديال المغرب، ها هو السكر زكر اتاي حبوب ماشي شعر. انا كيعجبني هذا لي حبوب ديال الشعر ما عنديش معاه. وعندنا هنايا عندنا النعناع، شوفوا البنات يا مسكيتي طويلة عاف اليوم وعالشيبة شيبة شيبة. وهذا النعناع هو نقيتهم ودرتهم هنايا كيما بغيت تنجبد. ثم مالين طورينو معرقينا في الشيبه والنعناع وداكشي، حنا ما عندناش داكشي قليل وصافي ما كاينش. دابا غادي انا البنات ندير فيه هذا باش ما يدير لا ريحه لا والو، ملي كنغسلو نشفو كندير في كعب ديال الكوزينه ديال هذا كنخليه. دابا غادي نوري لكم كيف تنعمر انا تاي ديالي، كلشي تيعرف يعمر تاي. انا بغيت نشارك معاكم وصافي، واش هذا دابا مبغيش ليا راسي بزاف بحال هكا. وعندي هذا البنات غنديرو هنايا باش ندير البراد يتشهر، حيت البوطة لما كانتش كاملة ديالها متبغيش تشعل، خاصة يكون كاملة لي خاصة بيها. والبراد مع عادي ما تيبغيش يشهر ليا تا يبدا ندير تحت واحد. دابا غادي نشعل عليها السخون حيت تبغي الوقت بزاف وتسخن مزيان. قلت ليكم على البراد تنقولها ونعاودها ما عرفت مالي فيا التعاود. غندير معاه اتاي تعميره خريب ليا، تحيا الناس خريبقة اللي وراو لينا والدين باش تنعرفو وقتين. عما عبرتش البنات تشوف دار بلقا ما عبرتيش تكون شي عاشق ونص الليل. اما انا عيني ميزانية تنسجل ما تنلقى كاع نهضر كاع. دابا الما غادي يطيب، رانا دايره حتى يطيب في داك البوليطوري، غادي نوريكم الطريقة. بغيت شكون هادي اللي ما تعرفش تعمر تاي راه كاع تنعمرو هاد التاي. انا بغيت نشارك معاكم وصافي.
انا تنعمر تاي الخبز المسمن تنفكر داكشي ديال المغرب وتنكون زعما فرحان نعمر فيه تاي. قلت غنعمر الخبز المسمن ونعمر تاي غنشاركو مع البنات في عيد اللي كانت مشاركة معاكم اللي كان واخا شي واحد قلت ما انا مشوقين في تاي راه كاع تنشربو تاي ولكن بغيت نشارك معاكم وصافي. هاي الطبق راه يصمم هنا ها هو الماء ديال لاطاب. هذا البنات شريتو من ليدل عرفتي زوين عجبني بزاف ديال التيراميكا. كان عندي واحد اخر شريتو من انترنت وبغى يصدي من التحت هذا زوين ما صدى ما والو. انا غادي بسم الله على بركة الله كوب شويه ديال الماء نحطو هنا نشلو اتاي. انا ما شللتش اتاي راه ماشي بوالك تشليلة اتاي هاي تشليلة. غادي نديرو دابا نعناع 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 رانا غسلتو البنات نقيتو غسلتو. نديرو السكر مع مهرسة مع صغار مكبرش بزاف وحدة أخرى مكبيرش هيك البراد عندنا كبير. ها البريريت ديالي أنا اللي عمرت في بشيبة الصباح هاكا هيك ما بتعملوش الشيبة زعما درت لي من نعناع هذا في الشيبة اللي بغات الشيبة الشيبة الشيبة. أنا درت كل شيء دابا غادي نحطو هنا ونخوي الماء باقي الماء مصابوش البنات البريرد اللي تيجي فوق هاد البوطة مع هاد البوطة مشكلة مشكلة اللي عندها عندها الكوامل العادي ديات ما تستعملهم كاع ما تتحملهمش هادي هو وصافي. نحيد هذا ندي البلاستو ونحيد عليا التشليلة نخويها نخويها في لابابو أو المغرب شحال هذا كنتي عرفتي تبغي تخوي التشليلة برا تيقولو لك خليها حتى تبرد وتضربوك شي جن ما تخويهاش حامية. أنا خويت عليها الماء وصافي خويتها غنتسناو أتاي ديالنا تيتشهر يا الله زربي قالو تيتشهر مزيان ما زربانينش. شتيك دابا كنت صابطة على داك بوطة عادية براهو شهرات وبالزربة لكن هادي هادي مع مشكلة. يلاه سربي نحيدو علينا اتاي السكر كدا مغاديش يجي ناقص غيجيبو هدا حتى جا ناقص نعاود نزيد. أنا غادي نعلقو حيدو الدم حيد السكر نشفو هاد الما من قدامنا غنسمن البنات كي جا جا فنن رائع قرمش هنايا مسمن عادي راه كاع بنادم تيعرف يصاوب المسمن. ها البراد ديالنا طلع صافي. انا غادي نخلطو معاكم الزغرت واو على دكة جات من دك دكة هاي
dopo ci vede con la cassa qua. Guarda come ha sette hash. من خلنا انا على البنات في الحل بارد ما تيجيش هذا هذا برزتو كاس برزتو احسن من حولي بدزتو هذا حتى يخريب يا صحاب خريب باش تنزل لي تاي يا صحاب خريب باش تنزل لي متاي ولا عا ولا انا وها اتاي ديالنا وجدتو وها مسمن ديالنا ودابا غنمشي اللي بغى الزيت ياكلو بالزيت اللي بغى العسل ياكلو بالعسل اكل لو باش ياكلو بلتي ياكلو بالزبده حنا ياكل شي دايرين الزبده اللي صاوبت معاكم ديك المره والتمات على تصاوبت وحده اخرى وصاوبت وحده اخرى ديك هي اللي ياكلو مع 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 المسمن ها الصينية ديالنا البنات هاهي هاهي يلا البنات تهلاو ليا في راسكم وخليت لكم الراحة وبوسة كبيرة لكم كاملين اللي بغات تشرب معايا تاي مرحبا ها تاي كاين البراد قداش يلا بسلامة عليكم البنات تهلاو ليا في راسكم وبوسة كبيرة لكم كاملين كاملين باي باي بسلامة عليكم.